امسح ورقه في البريتش من ريحه الى من الطيطوه. ايه تسجل تجرب وش دام شوت زايدينها. لا السلام عليكم تبارك عليكم خوت مرحبا بكم معنا اليوم نكتشفوا الاجواء في سوق المزواريه سوق المهايات طريق الزراده. مرحبا بكم في كل شيء اللي بغيت اللي حب خاطرك كاين. والثمن والثمن راك عارف. لا انا مع الاسواق كان نديروا واحد الدرهم لا ديفيرونس ما بين السوق تاع المدينه مع السوق تاع زايدينها. لا ناقصينها تسحب لي زايدينها. سهلة ويلي ويلي صبرنا بكري اش عندنا اننا درهم اود امي امسح ورقه في البرتش من ريحه ديال من الطيطوه. والله لا تبر ريحه ديال من الطيطوه. وهذا اش من جهه هذا اننا هذا اننا ديال بني درار بني درار الخوال هذا الخوال العالم 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 يا العالم علاش نطولوا في الايام. لا اشتغل يا زعتر اكمل بصار. اكمل زعتر وما الويزا والمليح باعوا راح يا المليح باعوا راح ورقه من البرتش من ريحه ديال من الركاده. شاد اود عمي فقت التجاره في وجده مشات ما كانش في وجده ميت الحوايج اللحم غلا الدعوه كي الخيط. لا خصنا الزودياك الفلايك نهربوا نهربوا شحال الفلايك شحال داير العجل شحال العجل هو هي 8000 وما يديوها شي 16% هاو تاع الجبل عاد ها 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 هذا ديال سبنيول؟ ها لا هذا بلدي هذا ديال البلاد تاع البلاد سني الحليب قول لك ما عرفتش شحال شحال دور عنده عرفها دور عنده عرفها هالشتي تاع سردان يا سردان عين سردان 33 تاع عين تدواوش اي تاع يا باش تاع الحليب شحال داير 11000 فرانك 11000 دراهم اسيدي وسعاده شوف خير غير خروفه ولدي ها غير خروفه انت حد الزرع خرجي بسم الله هذيك الكرعي شحال هذا 80 درهم الرخا والرباخا بجوج بحال الصباط 80 درهم بجوج بجوج 16 بجوج 80 سحب لي بحال الصباط 80 ماشي سهلة يا حبيبي. يا سير تبارك الله عليك. كيفك داير؟ كيفك داير؟ خويا تبارك الله هنايا راك منظم احسن احسن شي حوانت في المدينة واخا في السوق قول لي خويا اش داك غادي تعيب لي حوانت لا 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 الحقيقة أنا قلت من بعد ماشي كل شيء كيفك داير؟ الله يزين يا هاني الله يبارك فيك قول هاد النوقة هادي شحال الثمن كل وحدة والثمن ديالها؟ حاجة وثمنها ياك كيف بغيت شحال ما بغيت واللي بغيت خلوطة كل شيء ياك حاكوزة لا كل شيء ياك كل شيء ياك كل شيء ياك كل شيء ياك هاتا هاد المشمش ديال البلاد تبارك الله عليك الله يبارك فيك اش هذا المشمش هذا 15 درهم تاع طريق جرار هذا شنو كتجيبو هذا هذا غير تاع سيدي موسى طريق جرار اقول لي هذا برقاق مالو صغير هذا بلدي تاع طبيعي هذا الجهه هنايا هذا الجهه يا شحال الثمن داير 10 درهم 10 درهم تبارك الله المشمش 16 درهم البرقاق 10 درهم شحال المشمش اخويا والخوخ؟ الخوخ 200 دولار. أروح المانو أنا. أروح شريف. كيفك داير؟ شحال التمره هذه؟ هذه 360 هذه ديال البلاد ياك؟ هذه ديال العراق ديال العراق؟ التمره الثمن زوين؟ لا الثمن زين، لا التمره تبارك الله عليكم الله يبارك فيك هكا ديال الحوالة؟ جهنم جهنم يكون الخير يكون الخير كاع شوف غير ما تشوفش بلاتي الحمد لله الحمد لله شحال الشريحة؟ 30 درهم التميرة هذه؟ هذيك بوسليخن ديال البلاد هذيك 10 درهم بوسليخن وهذه؟ هذيك ديال العراق 360 هذه ديال العراق 18 درهم هذه 40 درهم هذه 40 درهم وهذه؟ هذه السكري شحال؟ 30 درهم 30 درهم السكري تبارك الله هذيك ديال مصر 20 درهم 20 20 درهم 20 درهم هذه؟ هذيك 25 درهم تونس 25 درهم تونس كاع جميع الجنسيات وهذه؟ هذيك 40 درهم هذه ديال عبد المجيد ديال عبد المجيد هذه شحال زدتي العثمان خلينا من الفلوس شحال زدتي 30 درهم 30 درهم اخويا زدتي كاع ما زدتش نكملها 30 بزاف غير كمل معليش اسيدي وهذا هذا المشقه بالماكله ندوق ولا ما ندوقش وهذا
انا ما نسولش شي لا وبلا الف شحال داير 30 درهم ابلع الف 30 درهم اما شي غير الحوالي اللي غالي اخوتي راه حتى الزيتون غالي التمر رخيص صراحه التمر شوف الصراحه فين كنعيب على الحوالي راه ماشي غير الحوالي اللي غاليين راه كلشي غالي ولكن ماشي هاد الناس اللي كيبيعوا ولكن من المصدر الله يصاوب الله يبارك فيك شحال بشماش 10 درهم خويا هذا وداك الاحمر 14 وهذا السويه الهادي هذه 8 درهم يا اخي 8 درهم واش قلت هذا فاروقي ولا ما فاروقي هذا فاروقي ما معنى فاروقي هذاك الطياب ديالو زين هذاك الفاروقي هذا وهذا لا هذا الطياب ديالو شويه داكشي ياك وتم بار كيما نقول هذيك 8 درهم خويا العمى سولوه قال له واش الحاجه زينه قال له بالثمن ياك قال لك ما يتجر في الماء غير العمى غير العمى في السوق الزواريه كلشي موجود كلشي كاين شحال شحال 1000 1000 1000 1000 شويه يلا اخويا 200 دور قول لهم خويا المروه هذه الشفره الحيه اش بغي بيشا اكي جي هنا للسوق تما ضرب من الفوق تما ضرب من الفوق بحال هذا كاع ما تقولش بحال هذا السوق لا بحال شحال كيدير الخطب هذا 5 دراهم 5 دراهم بحال هذا صحيح 5 دراهم سمعتكم فودا هذا تاعك فودا الكبده شحال الكبده 13 لير 13 لير الكبده سوبر هانت 14 13 نعطيها حال جلاب تبارك الله ما حفظتش جلاب تشرب جلاب راني نتربى شهر نطيحها ونتربى شهر ديالها الله يسهلك اللهم بارك عليك خير اسيدي احنا نتبعينك راح نديروا لك جير الله يزيد هذاك القلب هذاك هذاك معاها يمشي معاها يمشي معاها جدع حانت جدع 100 درهم هذا جدع 100 درهم الحمر راس الحمر راس شحال داير له الحمر راس داير 40 درهم 40 درهم 4000 تاع البلاد عاود روحك الله يرضى تبارك الله عند مجيد ديال الحليب نتاع المهايا هذا ولدي تاع سيدي موسى هذا ديال المنطقه تاع المنطقه الشرقيه ما كتبحوش الشارفه سمعتها ها الشرقي وعاود ها جديد شوف شوف دور عندي هنا شوف شوف هذا جديد هذا جديد شحال داير سمعتي هذا جديد 100 درهم 100 درهم تبارك الله لا السلعه تبارك الله كاين هذا السوق ديال مزواريه ديال مزواريه المهايا طريق جرادة تبارك الله مروه ما تبينش انا تبارك الله عليك الله يبارك فيك شحال الدوار اخويا 35 درهم هذه ديالاش الخروف اخي الخروف في بلدي 35 درهم تاع البلاد قول لي قول لي شحال داير البقري والله شحال داير البقري 90 درهم 90 درهم تبارك الله وشحال داير الغنمي الغنمي راه داير 11 واش خروفه ولا خروف لا خروفه صغيره تبان صغيره تاع الحليب واه جدعها هو بالشانطي وها تبارك الله واه تاع الحليب تبارك الله كلشي 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 يتصور اشحال القوقه شحال اسيدي 40 درهم 40 درهم تبارك الله وراه مقلب من عند الله بالشميشه والله كبير وهذاك بالقشور من الطبيعي اش من بالشميشه طبيعي بالشميشه طبيعي بالحطب وكنضربوا عليه التمره ونسهروا عليه يعني زعما كاين الشمس ما غاديش لا ما تقولش بالشميشه طيب طبيعي بالحطب بالكوشه بلديه بالكوشه فران تكاتك تكاتك ها فران تكاتك اش معناها فران تكاتك اي والله انا الشيطان مع الشيطان فران تكاتك واش فران تكاتك كاين جيت سرت كازا وكاين كسوسو وفران الخاتير اودي غير قول لي شحال القرقاع هذا القرقاع 40 درهم 40 درهم هذا 20 درهم 20 درهم تاع الزرت حنا نقولوا لها الكرموس والشلحه يقولوا لها تاع الزرت 40 درهم 40 درهم على كيس على كيس 5 درهم وشي 5 درهم هنا ما كان غير 5 درهم الخابيه اللي باغي الخابيه المحل كاين في طريق سيدي حيا المحل كاين في طريق سيدي حيا وغادي نديرو افتتاح ان شاء الله وكاين برومو ولا 10 الاولى اللي جاو عندهم خابيه فابور ها غنجي انا الاول مرحبا 10 الناس اللي جاو الاولى عندهم خابيه بحال هادي فابور المحل في طريق سيدي حيا مشيت حمام الجوهره حدا ستاسيون ابولو طلع نيشان المحل سميتها فخر المغربي لاباج عندنا سميتها فخر المغربي في فيسبوك بدي اللي جاو الوالا اللي جاو الوالا عندهم هذه فابور افتتاح افتتاح ان شاء الله غيكون قريبا قريبا غادي نجي انا الوالا انا بصح عطوني كبير هذيك ما دير لي والو مع البز سنتي هذه